بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب الثاني والعشرين، كتاب البيوع. باب تحريم تلقي الجلب. والجلب هي البضائع التي تأتي عبر البلاد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقاها بعض التجار عند حدود البلاد قبل دخولها إلى الأسواق، مخافة أن يرفعوا الأسعار على أهل الأسواق حماية لهم. وهذا النهي للتحريم عند الشافعية ومن وافقهم، وللتنزيه عند غيرهم، وهو جائز عند الأحناف ما لم ينبني عليه ضرر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح، بل الأحناف قالوا جائز بغير كراهة، وأن هذا الحديث أيضا النهي عن تلقي الجلب منسوخ بحديث إنما الدين النصيحة. يعني إذا كان حيتلقاهم عشان ينصحهم بالأسعار المناسبة لبضائعهم، فيبقى من باب النصح، فالدين النصيح، فأنت بتنصح. فالأحناف قالوا يبقى النهي عن تلقي الجلب هذا كان حكما مؤقتا ثم نسخ بالدين النصيح، هذه أنه النصح للمسلم. والراجح أنه إن كان نصحا للتاجر فهذا ليس نصحا للمستهلك، والمستهلك أيضا مسلم، ويبقى النهي غير منسوخ، واخد بالك؟ بل النهي مطلوب لأنه يؤدي إلى رفع الأسعار واحتكار الأسعار. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 94 بعد 800 و3000، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق، وهذا لفظ ابن نمير. وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم. طبعا في زماننا ده خلاص اختفت، ليه؟ لأن أصبح العالم كله سوق واحدة. في زماننا بقى خلاص بقت يعني من كثرة وسائل المواصلات والاتصال وسرعة النقل أصبح كل العالم سوق واحد. لكن كان زمان مش كده، كان زمان بطء الحياة وبطء وسائل المواصلات والاتصالات تجعل إن الأسعار في البلدة دي غير الأسعار في البلدة دي غير الأسعار في البلدة دي، تختلف وتتفاوت تفاوت كبير. إنما الوقت أصبح الكل متقارب، الأسعار كلها متقاربة. لكن على أي حال يبقى النهي عن كل فعل يفعله التجار يقصدوا به رفع الأسعار على المستهلكين والاحتكار، يظل النهي بكل فعل حتى ولو ابتكروا أفعال جديدة تؤدي إلى رفع الأسعار، فهذه الأفعال التي يبتكرونها لرفع الأسعار والتضييق على الناس تدور بين الحرمة والكراهة. إن كانت في السلع الضرورية فهي حرام قطعا، وإن كانت في السلع غير الضرورية فهي مكروهة. واضح؟ وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الجلب. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان عن ابن جريج قال أخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، يعني مالك هذا الجلب، سيده اللي هو مالك هذا الجلب الذي باعه عند إيه؟ عند التلقي. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تلقى أحد التجار الجلب فاشتراه من أصحابه، فجاء هذا صاحب المال ده إلى السوق فوجد أن السعر غير مناسب الذي باعه له، فهو بالخيار إنه هو ينقد هذا البيع وترجع له بضاعته مرة أخرى. فهمت إزاي؟ عقوبا لمن تلقاه، يعني أثبت له الخيار إذا جاء السوق. كل هذا حتى يحمي المسلم من أن يخدع بأخيه أو فيمنع الخديعة، لأن التجارة تقوم على الصدق والأمانة وليست على الخداع وعلى التدليس. باب تحريم بيع الحاضر للبادي. وبرضو نفس العلة، الحاضر اللي هو مقيم عارف أسعار المدينة، والبادي اللي هو جاي من الأرياف والأماكن البعيدة ولا يعرف سعر سوق المدينة. فالنبي نهى أن يبيع الحاضر للبادي حتى لا يرفع السعر على المستهلك، لأن البادي قد يعرض أسعاره بأسعار رخيصة، بضاعته بأسعار رخيصة، فإذا اشتراها منه التاجر الحاضر المقيم هيبيعها بنفس سعر المدينة، فتظل الأسعار عالية على المستهلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي. قال الأحناف أجازوها من باب النصيحة لكل مسلم، قال لك ما هو كده بيريحه وبينصحه. لكن الشافعية قالوا أن هذا يؤدي إلى رفع الأسعار، لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر للبادي. كويس. طب لو باع الحاضر للبادي بالسعر المناسب يبقى لا شيء فيها، لأن العلة هو خديعة البادي أو رفع السعر على المستهلك. إما خداع البادي صاحب الذي جاء من البادية ولا يعرف أسعار السوق، أو أنه سوف يرفع السعر على الذي يستهلكها، ففي الحالتين قد يضر أحد الطرفين. فإن انتفى الضرر وصار له سمسارا فقط يجوز. واضح. باب تحريم بيع الحاضر للبادي. الحاضر المقيم في الحاضرة، والبادي المقيم الذي جاء من البادية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا جاء حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد. وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكن له سمسارة، لأن السمسارة كلما زادت الوسائط بين البائع والمستهلك كلما ارتفعت الأسعار. لما تزيد الوسائط، الوسائط اللي هي السمسرة، ده يشتري من ده ويبيع لده، وده يبيع لده، وده يبيع لده، حتى تصل يد المستهلك. كلما زادت الوسائط ارتفع السعر على المستهلك النهائي. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى. يبقى العلة هي ارتفاع الأسعار على الناس، العلة هي رفع الأسعار على الناس. فإذا انتفت العلة يبقى يجوز ان يبقى في سمسارة وفي كل حاجة، ما فيش مشكلة، بس لا يكون فيها احتكار ولا رفع سعر على الناس بطريقة زائدة، ويترك السوق للعرض والطلب. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حياة
قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبح حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. شوف النبي عايز ايه؟ عايز الامور ان ما يبقاش فيه بقى ايه خديعة ولا رفع اسعار ولا احتكار ولا شيء من هذا. المسألة عرض وطلب، والعرض والطلب هو اللي يحدد سعر السوق حتى يرزق الناس بعضهم من بعض. فدي المسألة. انما ما يتدخلوا بقى بعض التجار ويتكتلوا ويعملوا وسائط وسمسارة واحتكار ويرفع السوق على الناس، يبقى كده وقع في التحريم لانه يضيق على الناس معايشه. وعنه به قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبح حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، غير أن في رواية يحيى يرزقوا يرزقوا يرزقوا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال محمد ومحمد بن سيرين قال قال أنس بن مالك نهينا عن أن يبيع حاضر لباد. باب حكم بيع المصرة. وإحنا قلنا المصرة هي الناقة أو الشاة أو البقرة الحلوب، إذا أراد أن يبيعها البائع يترك حلبها عدة أيام حتى يمتلئ ضرعها، فيبيعها وهي ممتلئة الضرع، فيظن المشتري أنها كثيرة اللبن فيشتريها على أنها في هذه المزية، فيفاجأ عندما يشتريها وبعدما أن يحلبها أنها ليست كثيرة اللبن. ففي الحالة دي هو بالخيار في 3 أيام أن يردها ومعها صاع من تمر، والصاع اللي من تمر ده بإيه؟ مقابل الحلبة التي حلبها. بعض العلماء قال لك طب وليه يرد صاع من تمر؟ ما هو الخراج بالضمان، يعني ما كسبه من لبن كان لضمانها في حيازته، فالخراج بالضمان. منش النبي قال كده الخراج بالضمان؟ طب ليه هيرد اللبن؟ ردوا عليه الشافعية ومن وافقهم قالوا له لا، لأن اللبن تكون عند البائع قبل أن يبيعها، أما اللبن الذي تكون في حيازته فهو خراج، فهو بالضمان. لكن هو أصلا اللبن المتكون في الضرع ده كان متكون وهي عند البائع قبل أن يبيعها، واضح؟ لم يخرج وهي في حيازته، بل خرج هو فقط حلبها، لكن هو تكون في حيازته، حيازة البائع، وبالتالي هو يعطيه. أما إذا حلبها الحلبة الثانية فلا يعطيه شيء. الحلبة الثانية اللي بعد الحلبة الأولى ده اللبن ده تكون وهي في حيازته، وبالتالي يبقى الخراج بالضمان، يبقى لا يرد ما حلبه في الحلبات الثانية والثالثة، لأنه بالخيار 3 أيام، فهم؟ لكن يرد قيمة الحلبة الأولى لأن اللبن تكون وهي في حيازة البائع قبل بيعه، فهمت الرد بتاع الشافعية؟ لأن بعض العلماء قالوا إن ده يخالف حديث الخراج بالضمان زي الأحناف. الأحناف قال لك ما فيش حاجة اسمها يرد صاع من تمر، لأن إما يرد لبن زيه أو ما يردش، فهمت إزاي؟ الأحناف إيه أنكروا هذا الـ يعني لم يأخذوا بهذا الحديث، وقالوا الخراج بالضمان. الشافعية ردوا عليهم، وفي بينهم مناقشات صفحات طويلة. لما نيجي نخش في فقه المقارن بقى بيع المصرة ورأي الشافعية ورأي الأحناف والمناقشات اللي بينهم، تقراها علشان إيه تزداد يعني تنورا في كيفية إيه ترجيح الأدلة
ومقابلة دليل بدليل، لأن هذا يمرن فيك العقلية الفقهية المتنورة. إنما لما بتقرأ على مذهب واحد دون المناقشات بتبني في نفسك العقلية المتحجرة اللي احنا أصلا بنعاني منها الآن. فلا بد أن يبقى عندك اتساع في عقلك، ويبقى أدلة كثيرة أمامك، وتشوف الفقيه كيف يتعامل مع الأدلة، وكيف يناقش من يخالفه، وكيف المخالف يناقشه. وهذا الرد والأخذ يبني فيك العقلية المرنة التي من خلالها تستطيع أنك أنت تفهم الفقه الإسلامي. باب حكم بيع المصرى. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا، يبقى أثبت الخيار بالعيب، أثبت له الخيار بالعيب إنه يردها للعيب. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد، يبقى بيع حكم بيع المصري أنه جائز لكن مع الكراهة، لأن له أن يقبلها، مش باطل ولا حاجة يعني، جائز مع الكراهة، وتزداد الكراهة إلى درجة التحريم إن كان المقصود فيه الخداع والتدليس. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصرات فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. طب وليه ثلاثة أيام النبي جعلها؟ قال لك لأن أول حلبة في أول يوم، وينتظر يوم كمان عشان يشوف الحلبة الثانية، الحلبة الثانية قد تكون قليلة، فقد يكون بسبب أنها غيرت المرعى والمأوى، فينتظر اليوم الثالث تكون استقرت واستراحت حتى تظهر عادتها، فيجي في ثالث حلبة ثالث يوم تبان حقيقتها، فلو أن يردها بعد ذلك. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده النبي جعل الخيار ثلاثة أيام. طب بعد ثلاثة أيام وأراد أن يردها في الرابع، خلاص لا يردها، انقضى الخيار، يبقى قبله. فهمت؟ يبقى إذا انقضى ثلاثة أيام ليس له أن يردها. ليه؟ لأنه طالما مسك أكثر من ثلاثة أيام معنى أنه قبل فاستقر المبيع عنده. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا قرة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، يعني الحنطة، لا ليس حنطة يعني. لأن الحنطة كانت أغلى من التمر يعني، والنبي أراد أن تكون صاعا من تمر تيسيرا على الناس ورفعا للخصام، ورفعا للخصام. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء. وعن أبي قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد، غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصرات، واللقحة اللي هي حديثة عهد بولادة، لأن الشاة لما تكون حديثة عهد بولادة تبقى حلوب، يبقى فيها لبن، فاللقحة هي كل حديث عهد بولادة، إذا ما أحدكم اشترى لقحة
مصراتا أو شاة مصراتا فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. النبي صلى الله عليه وسلم في الأسواق القديمة أيام النبي، واستمرت يمكن آلاف السنين إلا العصر الحديث الآن أصبح المبيع بطرق أخرى مختلفة، كان لابد أن هو ينقل المبيع إلى مكان آخر حتى تكمل الحيازة ويكيله وبعد ذلك يبيعه مرة أخرى، يعني ما يبيعش المبيع وهو لسه عند إيه في المخزن الأول، بل لابد أن يحوزه عنده ثم بعد ذلك يبيعه، لأن في أثناء حيازته يتثبت من كيله أو وزنه ثم بعد ذلك يعرضه في مكان آخر. بطلان بيع المبيع قبل القبض. بعضهم قال هذا خاص في كل بيع، وبعضهم قال هذا خاص في الطعام دون غيره، في المطعوم دون غيره، وبعضهم قال لك في كل مبيع عدا العقار زي الأحناف، لأن العقار هتنقله ازاي؟ هو العقار في مكانه، يبقى كل ما كان منقولا سواء كان مطعوم أو غيره إلا العقار لأنه ليس بمنقول. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا حمد بن زيد حاء قال وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، يعني ايه؟ مش طعام بس بقى، كل مبيع يعني سواء كان مطعوم او غيره يعني قياسا عليه. وعن ابي قال حدثنا ابن ابي عمر واحمد بن عبده قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال ابن عباس واحسب كل شيء بمنزلة الطعام، يبقى ايه؟ كل مبيع، كل مبيع كويس. ده رأي سيدنا عبد الله بن عباس يعني قياسا، وبعض العلماء وقفوا على نص الحديث الطعام يبقى المقصود بالمطعوم، لأن المطعوم أمر ضروري فالنبي نهى عنه حتى لا يكون فيه نوع خديعة ويبقى فيه حرية مبيع، لأن لو لم ينقله قد يبيع البائع مرتين، لكن لما يحوز صار في حيازته يستطيع أنه يتصرف فيه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يكتاله. فقلت لابن عباس لما؟ فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ، ولم يقل أبو كريب مرجأ، مؤجل يعني. لأن كانوا أحيانا يدفع الثمن ويجي له الطعام بعدين ويتم العقد بس هو لسه ما استلمش، فما ينفعش يبيعه وهو لسه ما استلموش، فهم؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني تتم الحيازة والتسليم والانتقال إلى المخزن الآخر، مخزن المشتري يعني. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه،
وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، جزافا يعني بغير كيل ولا وزن، بالنظر كده، أدي معنى جزاف، بغير كيل أو وزن. وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال حدثني عمر ابن محمد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويقبضه. ومعناه يستوفيه يعني يكتاله، يعني حتى كل ده لماذا؟ لرفع النزاع، لرفع النزاع بينهم، لأنه ممكن يكون حاطط كومة الطعام على أرض مرتفعة وهي مغطية، فأنت تفتكر أن كل ده طعام، تيجي تشيله وتلاقي أن الأرض تحتها مرتفعة والطعام قليل، تبقى خدعك، فاهم؟ وقد يكون حاطط الطعام في أرض منخفضة، يبقى هو حاطط الطعام كثير وأنت تشتري على أنه قليل، فيبقى خدعت البائع وهكذا. فالنبي نهى عن هذا، كل واحد يستوفي أحسن، تستوفي أحسن، تستوفي يعني كيلا أو وزنا. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال علي وقال علي حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوا. يبقى يضربون معناه تعزير الحاكم لمن يخالف قوانين السوق، يبقى للحاكم أن يعزر كل تاجر يخالف قوانين السوق التي تؤدي إلى رفع الأسعار على الناس، يضربونه لتعزيرا حتى لا يفعلوا مثل هذا. يبقى للحاكم أن يتخذ عقوبة لكل تاجر يخالف قوانين السوق التي تؤدي إلى رفع الأسعار على الناس أو الاحتكار أو الخديعة أو أكل أموال الناس بالباطل، اللي هي المراقبة بقى، مراقبة الحكومة على إيه؟ على سير البيع والشراء وحماية المستهلك وحماية التجار من بعضهم البعض ومن جشعهم البعض مع البعض. كل ده لابد الحكومة أنها تديره حتى يصل الأرزاق للعباد بصورة ليست فيها احتكار وليست فيها أكل أموال الناس بالباطل والخداع. كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والضرب هنا تعزير من الحاكم، يسموه تعزير وليس حدا، والتعزير عقوبة غير مقدرة يقدرها الحاكم بما يناسب الجرم. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم. قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعام جزافا فيحمله إلى أهله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، وفي رواية أبي بكر من ابتاع. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا
عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا؟ فقال مروان: ما فعلت. فقال أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان: فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. في أيام مروان بن الحكم كان يحكم المدينة، وكان يعمل صك من الحكومة كده يوزعه على الناس، علشان لما يأتي الطعام كل واحد ياخد ايه التموين بتاعه، الكمية بتاعته، فلا يشتري أكثر من حاجته، لأن كان الطعام قل، فعمل قدر لكل ايه لكل واحد. زي الوقت بطاقة التموين كده، بطاقة التموين دي عبارة عن صك، بناء على هذا الصك انت بتشتري كذا كيلو دقيق، كذا كيلو سكر، كذا كيلو شاي، على حسب عدد افراد الاسرة ومثل هذا. كويس. فكان عمل السكاك دي، كل واحد ياخد الصك بتاعه. بعضهم كان يبقى عنده طعام مخزنه، فالصك ده مش محتاجه، يعني مقتضى الطعام اللي في الصك ده هو مش محتاجه، فكان يبيع الصك، يبيع هذا الصك للاخر. فهمت ازاي؟ فبعضهم قالوا له ان ده يؤدي الى الوقوع في الربا. ليه؟ لان كده ما فيش يدا بيد، لانه هيبقى طعام بطعام. فهمتني ازاي؟ وما فيش بقى ايه هيقع في ربا اليد. فنهوه عن ذلك، قالوا له. لكن بعض العلماء اجاز بيع السكاك، يعني فيها خلاف، هل يجوز بيع السك؟ يعني ابيع حقي لان انا مش محتاجه ولا لا؟ فيها خلاف، بعض العلماء اجازوها وبعض العلماء لم يجيزوها. واضح؟ يبقى تجوز ان لم ينبني عليها ضرر، ولا تجوز ان انبنى عليها ضرر. يبقى علشان نعرف نجمع بين الضرر، يعني العلماء اللي اجازوها اجازوها ان لم ينبني عليها ضرر. طب انبنى عليها ضرر، الوقت بنقول عليه الضرر اللي بينبني عليها ان الدعم يروح لغير مستحق، يعني الحكومة هتدعمها بحيث انها تبيعها ارخص من سعرها الحقيقي، وهتدعمها من الميزانية العامة للدولة. فلما تيجي انت تتاجر في الشيء المدعوم ده وتكسب، يبقى انت كده بتاكل دم الناس، يبقى كده حرام، لان الدعم مش هيصل للناس. فهمت؟ زي بالظبط الراجل اللي بياخد في المخبز دقيق مدعوم علشان يعملوا خبز مدعوم يبيعه للناس بالسعر الرخيص، يوم ياخده ويحوله الى كيك والى بسكوت ويبيعه بالسعر الحر، او ده يؤدي الى ايه؟ رفع الاسعار على الناس، وهو بيكسب من خلال الدعم للفقير. فهمت ازاي؟ يبقى يقع في الحرمه. فهمت بقى المساله؟ لكن لو ما كانش في دعم، وان الحكومه بتديك السق ده وبتديهولك بسعر السوق، وفي الحاله دي انت هتبيعه بسعر السوق وما فيش دعم من الحكومه، يبقى جائز، يتحول الى جائز. يبقى بتختلف باختلاف الظروف. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده بعض العلماء اختلفوا في بيع السقاك دي، السق اللي هو القدر المدعوم من الحكومة، والتي تضمن توصيله إلى يد المستهلك، ضمان الحكومة. السك ده هو عبارة عن ضمان من الحكومة إنك تروح تدي السك فتستلم إيه الكمية بتاعتك. وعن أبي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. ونقف على باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وتقبل ذلك منا ومن سائر المسلمين بفضلك وكرمك يا رب العالمين. وأمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين، وأصلح أحوالنا
وأحوال سائر المسلمين في كل بلاد المسلمين يا رب العالمين، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك.